فيصل مطيري يقول في اثنين من المتسابقين. لا بيت حلوة يا مسالم. يلا ماكرم. يلا والله يسجد. تعال جيبه جيبه يسجد. يا محمد لو سمحت. يا انت معك حلوة يا مسالم. انت اكثر من ضحك سواليف. لو سمحت فيصل. شكرا لك. سالم. فيصل المطيري يقول في اثنين من الشباب في البرنامج ما يداني عيناتهم. لا ما ما يقبل ما يقبل. على ابو العرب. هذا انت يا من شيطان. مو معه. يا مرحبا. فك الباب. يا هلا. محمد ليش ما اقتنعت بإجابة فيصل؟ يعني أنا ميانتي يعني ما أذكر فيصل مديدة علي أنا ولا هذا ميانتي يا سوالف وضح يقول ما أقبل العينات هذه أنا ما اقتنعت بإجابته حقي. فيصل كان كلامه واضح. إذا ما أنت مركز مع فيصل لا تتدخل أبو سالم لو سمحت. أنا أبدي وجهة أيه؟ نظري حق مشروع لي. لا مو بحق مشروع ولا بحقك تقولي إلا إذا وجهت السؤال لك أبو سالم. أنا أتكلم على إجابته. طيب أبو سؤالك تفضل. في سؤالين وتهمتين ضرورية كبيرة ولازم تجاوب. تفصيلي جواب تفصيلي ولا نفس الإجابات فيصل؟ فيها حواجز. الشيء الأول بأبدأ بالقوي ونرجع للخفيف. روح. محمد دعير متهم بأنه يستغل الحمية مع نايف بن خالد علشان يكسب تعاطف الجمهور. محمد بن دايري تفضل. فيه تهمة قوية وقت مشاركتك في البرايم في القصيدة اللي ألقيتها وكانت قصيدة عصمة. أشكرك. في واحد من اللجنة قال هذا منقولك أو منطوقك وزعلت. لا. إيه لا ما قال منقولك أو من منطوقك. قال هي من نقلك أو من منقولك. وجهة نعملها واحدة يعني أنت جايبها ولا جايبها. محمد أنت زعلت إن شكك في قصيدك صح ولا لا؟ ما شكل في قصيدي يعني أنا يعني شاعر معروف في الكويت يعني قبل لا يجي البرنامج هنا يعني. وثاني إبراهيم أوقف عندك وألقي عندك قصيدة إذا ما تدري إني شاعر متى بتدري إني شاعر؟ يعني ضايق موضوع اللجنة؟ أكيد يضايقني أكيد. أنا جاي حاط قدامك قصيدة وتقولي آخر شيء القصيدة لك؟ مو مؤدي. أنا جاي مشارك بالبرنامج كشاعر يعني واحد قد جالس في اللجنة ما يدري إني شاعر ما يعرف الناس اللي مشاركين في إبراهيم. طيب محمد ما فكرت في يوم من الأيام إنك تكتب أبيات رداً للجنة والأشخاص اللي يشككون في شعرية محمد بن دعين؟ والله إذا أثار الموضوع جداً راح لكل حادث حديث أتوقع يمكن أسويه. محمد بسألك سؤال وأبغاك تجاوبني بصراحة. أجاوبك بصراحة. متأكد؟ إي والله أجاوبك بصراحة. محمد بن دعين يبيع قصيد؟ نعم. كثير؟ نعم. وعندي تسعيرتين باسم وبدون اسم. باسم كم؟ باسم؟ إيه أقول التسعير. صدق والله؟ إيه والله 12000 ريال. بدون اسم نص المبلغ 6000 ريال. اي والله قسم بآيات الله. طيب وانا ما تعطيني شيء؟ كم تدفع؟ خوه بين خوه على خشم خوتك تشرى فما بالك اذا تطلب قصيده يعني امور طيبه.
طيب لو جاء واحد من الجمهور حلو ودخل على فريق دعمك ولا دخل على مدير اعمالك وقال لك ابغى قصيده حلو تجلس تكتب وبتعطيه واحد من الجمهور صدق دامك تبيع قصيده ايش رايك تسوي لنا خصم كود خصم لا شوف شوف, شوف 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 بعلمك في بعض الحالات اقسم بايات الله العظيم اني اكتب فيها شو اسمه حبا وتقديرا ومراعاه للحاله في احداث واجد صارت يعني حنون اي والله اذكر مره دخلت علي ام تبي شيء ابيات زفت بنتها طلبت منها مبلغ وافقت بس اني ما اخذت المبلغ محمد ابغى اختم معك تفضل يا اخي اخرب لي وجود نايف العجمي في البرنامج يخوفك يخوفني بالعكس منافس بالعكس والله والله العظيم انه اضافه محمد بن دعيرم بالمقام الاول وانت معترف انه شلون كذا نايف ولد عمي شباب ترى حميه ها نايف اول واحد لا لا يا جماعه في لازم نفرق بين الحميه والعنصريه الحميه من الحمى العنصريه مخيته كريهه الرسول عليه الصلاه والسلام في فتح مكه جيش الجيش على حسب القبائل حط القبائل كذا لانهم يتعاملون مع نفسهم اقوى من لحمتهم مع من اليوم ورايح أنا وفيصل الشهري أعداء لك أنت ونايف العجم لا لا العداوة ما تصير مع الحمية عادي أنا وياك خلاص أنا بمسك فيصل الشهري معي وأجلس قدامه تجي العافية بالعكس شيء يعزز اللحمة الوطنية والحمية شيء جميل يا أخي أبو دعير لبيه أحس أنك غيران من شخص لأنه يعرف يسوي قهوة واضح إي والله والمشكلة أنها أنا يعني أنا أشوفها في عينك أنا ما أجي أسألك سؤال كوميدي ولا استهبال ايه حيل صدق والله وفي تسريبات ترى كثير ناس يمدحون قهوتك اكثر من قهوتك قهوتك انت؟ ايه والله ممكن مما ادى الى ان محمد دعيرم يحتكر الركن كامل ما احتكر اللسته موجوده اللسته موجوده 35 اسبريسو 50 الاسبانيش 100 بدون كوب طيب انا بقول لك شيء انا اعلن تحدي من هذا المكان بيني وبينك من دعيرم اذا قبلت بيكون في لجنه تحكيم تم طعم ولا الارت؟ طعم ارت خلاص أوكي. اوكي تم تم جميع نفس المكونات اللي انت تسوي فيها انا بسوي فيها تم تم صدقني ما بدي بريء معي ابو سالم ما راح اذي بريء راح اشيل الريع يا حبيبي سؤال اخي تفضل محمد بن دعيرم ما اشوف شيء وش تعني لك تلميذ يجاوبك فيصل سؤال ما اشوف شيء يقول ما اشوف بس انت حلو فيها يقول الهواء 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 ما تشوفه شيء بس انه لكن اهم شيء لبقاء طيب فيصل ممكن تجيني فيصل خليك هنا اقسم بالله اني احب الشخص هذا على الصعيد الشخصي ابغاك تقول بيتين الله يحبك يا ابو سعد ابغاك تقول لي بيتين كسؤال لفيصل فيصل يرد عليك مو بلازم انت تحرجني انا تعرف شعريتي لا لا والله خلينا نقفل البث بقفله اسطوريه يلا اوكي يعني مراد ولا كل واحد بيتين كل واحد بيتين بيتين, بيتين لكن ابغى يكون فيها انسجام جالس يعني بيتين في موضوع معين اوكي يقول بيتين ها يقول انا على عهدي لا دقيقه ها اوكي ما في مشكله يلا عشان نكون قد نقاط يلا يقول انا على عهدي بنفسي لا ازال لو الظروف البعضها متحايزه يا سلام من كثر ما عديت عشرات الليال مفروض تعطيني الليالي جايزه الله فيصل والله انت حطني ابو سام لا يا ابو والله العظيم يقول يوه يا كثر الحكي في صدور المستحيل لو تفك صدورها تملي الدنيا كلام سلام تختلف فيما تكنه من صدوف السنين تتفق بلذه البوح يرد الملام الله الله اكبر عليك